شكرا نهاد وداليا. مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم واخر واهم الاخبار. تطلق وزاره الصحه والسكان اليوم 11 قافله طبيه ضمن مبادره رئيس الجمهوريه حياه كريمه للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبيه المختلفه. واوضحت وزاره الصحه والسكان ان المحافظات المقرر اجراء القوافل بها تشمل محافظات القاهره ودمياط والغربيه وبني سويف وجنوب سيناء وقنا والبحيره واسوان والمنوفيه وسوهاج. ويذكر ان مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التي تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا أنه سيتم اليوم افتتاح مركزي التطوير المهني بالجامعة في كليتي التجارة والهندسة بالتعاون مع الوكالة الدولية للتنمية والجامعة الأمريكية بالقاهرة. وأوضح رئيس الجامعة أن المركزين يعدان إضافة لجامعة طنطا لتمكين الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وخدمة قطاعات الأعمال والصناعة والخدمات والتجارة بمحافظة الغربية. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا بشأن كوريا الشمالية. كانت كوريا الشمالية قد أعلنت إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى على المياه المواجهة لسواحل اليابان يوم 17 من يناير الجاري. يواجه المنتخب الوطني لهوكي الميدان اليوم نظيره الأوغندي بالجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها 11 بغانا خلال الفترة من 17 وحتى 23 من شهر يناير الجاري. كان المنتخب قد فاز على غانا بهدف نظيف أول أمس وعلى نيجيريا 4-2 الاثنين الماضي ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة. تقام اليوم 3 مباريات ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث يلتقي في 2:30 عصرا فريق الاتحاد السكندري مع إسترن كومباني، وفي نفس التوقيت يواجه فريق بيراميدز منافسه المصري البورسعيدي على استاد برج العرب بالأسكندرية. وفي 5 مساء تختتم مباريات البطولة بمواجهة فريق مصر المقصة وفيوتشر اف سي. وتقام اليوم 4 مباريات في إطار منافسة الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يلتقي في 6 مساء منتخب كوت ديفوار مع منتخب الجزائر، فيما يواجه في التوقيت ذاته منتخب سيراليون منافسي غينيا الاستوائية، على أن تختتم مباريات البطولة اليوم بمواجهة كل من منتخب مالي مع موريتانيا ومنتخب تونس مع جامبيا، وذلك في 8 مساء. إلى هنا انتهى موجز الأخبار. عودة مرة أخرى للزميلة نهاد وداليا لاستكمال صباح البلد.